نتواجد الآن داخل مستشفى دار السلام في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإلى هذه المستشفى تم تحويل عدد من مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الذي تعرض لقصف واستهداف إسرائيلي خلال الأيام الماضية. لذلك اضطرت إدارة المستشفى إلى التعاون مع هذه المستشفى، مستشفى دار السلام، حتى يتم تقديم العلاج لمرضى السرطان. نتحدث عن عدد من المرضى الذين نقلوا إلى هذه المستشفى. نتحدث مع الدكتور صبحي سكيك، وهو مدير عام مستشفى الصداقة التركي. يعني هو حينما اتخذنا القرار وكنا نفكر قبل ذلك، لأنه قبل ما يتوقف مولدات الكهرباء حذرنا مرارا وتكرارا، وحذرت وزارة الصحة بأن المستشفى سيخرج عن الخدمة إن لم يتوفر الوقود. في الليلة الثانية مباشرة نقلنا هؤلاء المرضى من شهداء الأقصى إلى دار السلام. دار السلام على أقل يعني مستشفى صغير في بنية تحتية تقدم، ممكن أن نقدم من خلالها الخدمات الأساسية للمرضى. للأسف عدد المرضى كان ليلة النقل يتجاوز تقريبا 25 إلى 30 مريض، ولكن هناك حصل أنه 4 من مرضانا في ليلة نقل المرضى يعني للأسف أنهم توفوا. آخر أسبوع صار في ضرب كتير، وصل للمستشفى الشظايا وفي ضرب كان بالمستشفى نفسه بالطابق الثالث، وكانت حياتنا في خطر. وقعدنا آخر 4 أيام وآخر 4 ليالي تقريبا نام كلياتنا في الممر تحت، كل المرضى في الليل نكون في الممر، لأنه كانت شظايا تخلعنا من الشبابيك الإزاز وكل شيء، والضرب كان جنبنا يعني كثير قريب علينا. إذن الآلاف من مرضى السرطان يعانون من ظروف قاسية جدا نتيجة استهدافات مباشرة وغير مباشرة للمستشفيات التي يتلقون فيها العلاج داخل قطاع غزة. بالطبع هذه المستشفيات تضررت بشكل كبير نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية لها في مناطق مختلفة ومتفرقة في قطاع غزة. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، مستشفى دار السلام، مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.